أما الوقت فليس له بدن، حيث أن الله سبحانه وتعالى جعل للصلاة وقتا مفروضا، وهذا ما نجده من قوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كتاب معنى فريضة موقوتة. وقد بين كما جاء في حديث جبريل، في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما زالت الشمس، أي وقت الظهيرة، عندما زالت الشمس جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى به الظهر، أي أما جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الظهر، ثم جاء عندما صار ظل كل شيء مثله، يعني هذا الكرتون ظله مثله كطوله، فصلى به العصر، ثم جاء عندما غربت الشمس وأفطر الصائم فصلى به المغرب، ثم جاءه عندما غاب الشفق الأحمر فصلى به العشاء، ثم جاءه عندما طلع الفجر فصلى به الفجر، وفي اليوم التالي جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما صار ظل كل شيء مثله، يعني هذا الكرتون ظله مثله، فصلى به الظهر، ثم جاءه عندما صار ظل كل شيء مثليه، يعني ظل هذا الكرتون مثليه يعني مضاعف مرتين، فصلى به العصر، ثم جاءه عندما غاب الشفق الأحمر فصلى به المغرب، ثم جاءه في ثلث الليل، وقيل نصف الليل، لأن الرواية جاءت ثلث الليل، ورواية كان الشيخ سعيد القنوبي حفظه الله يذهب على أن آخر وقت صلاة العشاء ويقول هو الثابت نصف الليل، فجاءه وصلى به العشاء، ثم جاءه قبل طلوع الشمس، قبل أن يطلع قرن الشمس، فصلى به الفجر، ثم قال له: ما بين هذين الوقتين وقت كل صلاة، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، فأخبر بأن وقت كل صلاة ما بين هذين الوقتين. فهنا جبريل عليه السلام أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوقيت كل صلاة، من متى تبتدي أولها ونهايتها، نهاية أول وقتها ونهاية وقتها. ولذلك نجد الله سبحانه وتعالى يبين هذه الفريضة عندما قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا مؤقتا.